نقش العربة من أجمل وأندر وأقوى وأفضل النقوش. هذا ما يدل على التطور. الأوروبيين يقولون إحنا من اخترع العربة، وهذا هي موجودة عندنا، وتجرها الخيل بعد، ما هو بالإبل، شيء روعة. النقش، النقش طبعا الجبل هذا فيه نقوش كثيرة، بس هذا الهدف الأساسي، شيء خيال. هلابة، وش هذا الآن عند؟ عندنا يعني نقش العربة إيه؟ أهميته، وجود الدولاب في هذه المنطقة قبل 2000 سنة. أوه، يقول هنا لسرقن، لسرقن، لسرقن إيه؟ ها حرس، الحرس والجنود هنا، العساكر هنا إيه؟ لسرقن. هنا عندنا فيها العربة، هنا فيها طابع بابلي آشوري إيه؟ الطابع هذا بهذا الشكل، وتقوم يعني تقوم أساس ما يضم الحراء أو الجيش نفسه إيه؟ على قاعدة واحدة إيه؟ طبعا هذا فيها بعد آشوري أو بعد بابلي في هذه في هذا الرسم أو في هذا، هذا أمر. الأمر الثاني إنه طبيعة قدرة الفنان على الرسم على عمليات التفريغ هنا، عمليات التفريغ. لاحظ أيضا أن هنا أكثر من جندي. إيه. واحد أحدهم يتحكم بالفرس. إيه. والبقية للحرب. محهم النبال ومحهم الرماح في العمليات العسكرية. هذه في عمليات الاقتحام وعمليات تخرج لنا مثل هذه العمر. تقول ابو هذا 2200 وورا قبل ولا بعد؟ قبل 200. والنقش اللي عنده ثمودي. الترجمة يا ابو حمود. من الان وليس من قبل الميلاد، يعني 200 سنة قبل الميلاد. ترجم أن وش سرقن؟ سرقن اسم. اسم شخص. إيه نعم. والحرس هم الجنود هنا. الجنود هنا. إيه. العربة. طبعاً العربة بهذا الشكل إنها توجد في هذه الصحراء وفي هذا المكان، هذا شبه مستحيل. إيه نعم. لأن كيف يعني يتحرك الدولاب بمثل هذه الصخور؟ نعم. وبالأرض الرملية. إيه. ولكن مع ذلك يدل دلالة إن هذا النقش. عائد إلى ممالك قوية أو إلى دولة قوية جدا أحضرت هذا الفكر. الفكر العسكري مجلوب إلى داخل الجزيرة العربية. نحن نعرف إلى وقت قريب جدا العمليات السحب، سحب المعدات الثقيلة الحربية تحمل حمل. نعم. حتى المدافع في الوقت القريب قبل 100 سنة و 150 سنة كانت بعضها يحمل على الجمال حمل. أما هنا فهو قبل الميلاد بمئات السنين، ومع ذلك أتى لنا بالعربة. معنى ذلك أن الفكر العسكري في ذلك الوقت في العراق قد جلب إلى هذه المنطقة، وأتوا بعمليات العربات العسكرية، وهي مقدمة طبعا هذه لفكر الدبابات. إيه. والدبابات وعمليات الاقتحام. إيه. بدأت بهذه الفكرة في البداية. الله يبيض وجهك يا ابو حمود.